يقول: هناك أناس يتصفون بفك الأزارير والصلاة بالحذاء وعدم الصلاة على الجنائز، ويقولون إن الدين كمل ونسخت آيات الرحمة ونزلت آية السيف ويجب الشدة. هذا جهل، هذا كلام جهل والعياذ بالله، وهذا ليس هو الإسلام. الإسلام دين رحمة ودين خير، والرحمة موجودة، وأما الشدة فهي في مكانها والرحمة في مكانها. ما هو كل الناس يحملون على الشدة ولا كل الناس يحملون على الرحمة، فمن كان يريد الخير ويريد الحق فهذا يرفق به ويحمل على الرحمة، وأما من كان متمردا ولا يريد الخير ولا يريد الهدى فهذا شره عليه. وأنت الله جل وعلا يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.